أعلن رئيس الوزراء التركي السابق أحمد داوود أوغلو استقالته من حزب العدالة والتنمية الحاكم، مؤكدا أنه سيعمل على تأسيس حزب جديد. واستبق داود أولو بذلك استكمال إجراءات طرده من الحزب بعد قرار اللجنة التنفيذية طرده قبل نحو أسبوعين وإحالته إلى لجنة الانضباط. وعلل داود أوغلو استقالته بأن حزب العدالة والتنمية ابتعد عن المبادئ التي تأسس عليها، وأن الأحزاب السياسية تقوم على الثراء بتبادل الآراء، مشيرا إلى أن قيادة الحزب الحالية عملت على تصفية إدارة الحزب التي تأسست قبل 18 عاما. وأضاف أن حزبه الجديد سيؤسس نظاما جديدا يعتمد على الديمقراطية الدستورية ودولة الحقوق واستقلال القضاء والابتعاد عن إسناد المناصب للأقارب وإعطاء الأولوية للأهلية. بين الأصدقاء والرفاق هدف آخر في مرمى العدالة والتنمية يسجله أحمد داوود أوغلو ويعلن استمراره في اللعبة السياسية، لكن خارج ميدان حزبه الذي شارك في تنظيم صفوفه الأولى. من اليوم وصاعدا نرى أنه لدينا مسؤولية تاريخية، واجب تجاه شعبنا بأن ننشئ حركة سياسية جديدة وفقا للمبادئ التي تحدثنا عنها. وفي هذا الإطار ندعو الجميع دون النظر إلى انتماءاتهم الحزبية أو السياسية ومن لديهم حس ومسؤولية تجاه الوطن للعمل المشترك وشق طريق جديد. لم يصمد داود أوغلو إذن أمام قرار اللجنة المركزية للحزب عقب رفعها قوائم للجنة الانضباطية مؤخرا، بينهم اسم داود أوغلو، توصي بفصلهم عن الحزب لخروجهم عن أعرافه وتقاليده المتفق عليها بين الرفاق. قدم داود أوغلو مبادئ مشروعه السياسي الجديد إلى جانب استقالته، معلنا أنه سيكون في إطار الديمقراطية ودولة القانون والمساواة بين أطياف الشعب أمام العدالة والموارد الاقتصادية دون التخلي عن حرية التعبير والرأي وغيرها من المبادئ التي يتبناها معظم قادة أحزاب المعارضة. هزة الاختلاف في الصفوف الأولى لحزب العدالة والتنمية وانشقاق رموزه عنه قد تؤكد تفرد أردوغان بقرارات الحزب والسلطة، وإذا ما تأكد ذلك للقاعدة الشعبية للحزب فقد يكون من الصعب على هذا الرجل إعادة رص الصفوف الداخلية في مواجهة المعارضة، سيما في ظل المرحلة الراهنة وما تعيشه البلاد من أزمات اقتصادية. أحمد غنام، العربي، اسطنبول. يبقى معنا من اسطنبول مراسلنا أحمد غنام. أحمد، ربما تحدثت عن صعوبة المهمة لإردوغان إذا ما تبينت جدية الاتهامات ربما التي يسوقها داود أوغلو أو الفريق المستقيل إجمالا. أوضعنا بداية في صورة أهم الأفكار التي جاء بها داود أوغلو في مؤتمره الصحفي، وفي المقابل ما أهم أيضا الأفكار التي استقبلها مناصرو حزب العدالة والتنمية وبالذات ربما الغاضبون من سياسة إردوغان. بداية، رئيس الوزراء السابق أحمد داوود أوغلو اليوم حينما قدم استقالته وكان له مؤتمر صحفي تحدث عن المبادئ الأولى التي أسس عليها الحزب: العدالة، حرية الرأي والتعبير، القانون، المساواة بين أطياف الشعب، عدم الدخول أو النزول إلى الفساد الإداري والمالي وهذه الأشياء، وأكد بأن الحركة السياسية التي سينطلق بها في الأيام القادمة وسيعلن عنها وهي ربما سيكون إنشاء حزب ستقوم على هذه المبادئ، وهي المبادئ الأساسية التي قام عليها حزب العدالة والتنمية. في صفوف في داخل حزب العدالة والتنمية كان خلال السنوات السابقة قد تلقى داود أوغلو الكثير من الانتقادات في إدارته للكثير من الملفات، وخاصة ملف ما يسمى هنا بالكيان الموازي وهم أتباع جولن، وكذلك ملف إدارة سوريا والتعامل مع الملف السوري حسب السياسة الخارجية التركية، وكان يتهم دائما بأنه أضاع الملف السوري ولم يحسن إدارة هذا الملف، وأنه أساء التعامل أيضا في ملف الكيان الموازي وملاحقة جماعة جولان أو أتباع جولان داخل مؤسسات الدولة. في حين أن اليوم في مؤتمر الصحفي تحدث عن النجاح الذي حققه خلال السنة ونصف حينما كان قياديا أو رئيس لحزب العدالة والتنمية، والأصوات التي رفعها في الانتخابات الإعادة حينما
فشل في تشكيل حكومة ائتلافية مع حزب الشعب مع حزب الحركة القومية، تحدث عن أنه كان في قيادة جيدة لحزب العدالة والتنمية، وأيضا قدم نفسه كضحية لهذه الانتقادات الحادة، وربما من أجل استعطاف القاعدة الشعبية لحزب العدالة والتنمية، وكذلك استعطاف باقي الشارع التركي بأنه كان ضحية الإدارة ربما حسب تعبيره التي تريد أن تنفرد بالسلطة وقيادات الحزب العدالة والتنمية بأنهم قاموا بإخراجه بشكل لا يستحقون من حزب العدالة والتنمية. فبالتالي لكن هناك بعض المؤشرات أو بعض التقارير الإعلامية تقول بأن موقف داود أولو ربما يبقى ضعيفا إذا ما تحالف مع تيار علي باباجان، لكن يبدو أن كلا الطرفين لا يروقهما أسلوب والطريقة والهدف الذي والمشروع السياسي الذي يمشيان به. فبالتالي صعوبة الالتقاء بين باباجان وداود أوغلو في في ظل الظروف الراهنة، أو حتى إذا صح التعبير في المرحلة الراهنة. في المقابل يوجد هناك الكثير من داخل حزب العدالة والتنمية يتعاطفون مع داود أوغلو والطريقة التي تم فيها عزله من رئاسة الوزراء حينما طلب منه الرئيس أردوغان تقديم استقالته. وحتى اليوم كان هناك بعد تقديم استقالته كان هناك انشقاقات، وإن كانت قليلة العدد من حزب العدالة والتنمية، فقد استقال رئيس فرع حزب العدالة والتنمية لفرع إسطنبول السابق، وكذلك الرئيس السابق لفرع العدالة والتنمية من أنقرة، كلاهما استقالا عن حزب العدالة والتنمية، ربما يرغبان بالانضمام إلى تيار داود أوغلو في المستقبل القريب. أحمد غناب مراسلنا من إسطنبول، شكرا جزيلا لك على هذه الإحاطة. وينضم إلينا من إسطنبول إسلام أوزكان، الكاتب والباحث السياسي. أهلا وسهلا بك أستاذ أوزكان. بداية أود أن أسألك عن أسباب هذه الاستقالة، ما هي الأسباب الجوهرية التي أدت بأحد مؤسسي حزب العدالة والتنمية إلى تقديم استقالته، إلى القول في مؤتمره الصحفي بأنه صمت لمدة 3 سنوات عن كل الأوضاع الداخلية داخل الحزب، ويعني وصل حد الخلاف الآن إلى حد لا يستطيع الاستمرار بعده في هذا الحزب؟ كما تعرفون كان هناك نية الإقالة أو قرار إقالة أحمد داوودوغلو رئيس الوزراء السابق من حزب العدالة والتنمية، وهذه لو كان قد تحقق لكان القرار الأول وقرار تاريخي بالنسبة لتركيا أو بالنسبة للحياة السياسية التركية، بأن أول رئيس الوزراء كان سيتم إقالته من الحزب. ولكن أحمد داوودوغلو لم ينتظر أكثر من ذلك، وهو أعلن صراحة من أجل حيلولة دون إقالة رئيس الوزراء السابق المنتخب من حزب العدالة والتنمية، من أجل حيلولة دون ذلك هو قدم استقالته مبكرا، وكان تصرفاته وسلوكه وكان ملامح وجهه كان هو حزين جدا وربما غاضب ويكاد أن يبكي، يعني هذه الملامح كانت مثيرة جدا ولافت للنظر. ويعني على ما يبدو أن أحمد داوودوغلو من المزمع أنه سوف يؤسس حزب جديد مختلف منفصل تماما عن علي باباجان. نعم، أود أن أسألك عن هذه المرحلة السياسية الجديدة التي تحدث عنها داوودوغلو، ما هي ملامحها، وبرأيك كيف ما هي الخطوات المقبلة الآن بعد هذه الاستقالة؟ طبعا يعني رغم أن علي باباجان المرشح الثاني لتأسيس حزب جديد أو لتأسيس تشكيلة سياسية جديدة، رغم إعلان علي باباجان، أحمد داوودوغلو لم يعلن حتى الآن أي تاريخ أو لم يعطي أي وقت فيما يتعلق بتأسيس حزب جديد، ولكن على ما أعتقد أنه سوف يكون هناك تنافس بين الطرفين بين علي باباجان وأحمد داوودوغلو، فيما يعني من المتوقع أن يذوب أصوات حزب العدالة والتنمية، لذلك الصراع سوف يكون أو التركيز سوف يكون على الحصول على أصوات القاعدة الشعبية لحزب العدالة والتنمية. أستاذ أوزكان، لذلك
بطبيعة الحال ما حصل الآن هو هزة كبيرة في صفوف حزب العدالة والتنمية، استقالة داود أوغلو وأيضا الاستقالات الأخرى التي تلتها. هناك من يتحدث ربما يبالغ، ولكن أود أن أسألك عن وجهة نظرك في هذا الموضوع، عن انهيار داخل صفوف حزب العدالة والتنمية. كيف ترى تؤثر هذه الاستقالات على مكانة هذا الحزب؟ يعني يجب علينا أن نفصل أو أن نميز بين الشيئين. يعني الأول، النقطة الأولى، من المؤكد أن سوف حزب العدالة والتنمية سوف يتأثر بشكل سلبي جدا وللغاية من هذه الانشقاقات، سواء داوود أوغلو أو علي باباجان أو أنصارهم. ولكن هل سوف يؤدي هذه الانشقاقات إلى زلزال أو إلى الانهيار داخل حزب العدالة والتنمية؟ أظن من الممكن أن يكون هناك انهيار، ولكن ليس في المستقبل القريب، يعني ليس خلال 3 شهور أو 6 شهور. ولكن عندما ألقينا نظرة على استطلاعات الرأي العام التي تقوم بها الشركات المستقلة في تركيا، نرى أن هناك يعني انهيار بطيء جدا في أصوات حزب العدالة والتنمية. يعني على ما أثبتت هذه الاستطلاعات أن حاليا أصوات حزب العدالة والتنمية لا يتجاوز 30%، وهذا مؤشر كبير جدا بأن الأصوات تذوب شيئا فشيئا، ولكن الانهيار لن يكون بشكل مفاجئ ولن يكون بشكل آني شيئا فشيئا. إسلام أوسكان، الكاتب والباحث السياسي، كنت معنا من اسطنبول، شكرا جزيلا لك.